جميع زوار المعرض الوطني لكبات في دورته الخامسة ومواطن هذه السنة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره. الله يبارك فيك، منوره بنفسها ما شاء الله عليها. غنبغي نعرف رايك على المعرض. المعرض انا كنت في حقيقه مفاجاه بطريقه طيبه جدا، مفاجاه بالمهنيه ديال المنظمين ديال هذا المعرض هذا اللي تنظن انه في المستوى واكثر، لان لا من جهه ديال البنيه التحتيه، لا من جهه ديال التنظيم، لا من جهه ديال المشاركين مختارينهم على رؤوس الاصابع. يعني تنشوف بان كل المشاركين فاش تسولهم واش عندكم لابوغاتوار ديالكم، واش عندكم لونسا، واش كلهم عندهم دبلومات، كلهم عندهم كلهم عندهم يعني جوائز، كلهم عندهم عندهم بزاف د الحوايج اللي نفتخروا بها ما شاء الله عليهم. كي جاتك المدينه ديال اسفي؟ شوف اسفي انا تنحمق عليها، فت زرتها مره واحده وكانت خلات لي واحد الارتسام جميل جدا، بعدا بالحفاوه والكرم ديال مواليها والناس ديال مسفيوين، بعدا تنعرف فيهم الرقي، تنعرف فيهم المرحبانيه، تنعرف فيهم لا كويزين الماكله المسفيويه. عرفتي اليوم مشيت تغديت واحد الريستوران من احسن الاطباق اللي كليت الحوت في حياتي، كليتهم اليوم في اسفي بدون منازع وما تنجاملش. حاجه واحده اخرى، اسفي زوينه بالبحر ديالها، بالمنتجعات السياحيه اللي تنظن انا ما واخداش الحق ديالها عند المواطنين المغاربه ولا عند الاجانب. بالعكس اللي تيحس في قلبي بعد الخطات تنشوف الاجانب تيمشيو للبلايصات ديالنا وتعرفهم اكثر منا حنايا، فيا ريت يعني السياحه تشجع، يعني الوزاره المعنيه تشجع السياحه الداخليه والمواطنين يجيو يكتشفوا البلاد ديالهم ويبداو باسفي. جيتو حتى الوالديه تاكلوا لي زويتر، زيدوا مازال شي شويه حتى الاسفي وغادي تستمتعوا بمناظر خلابه، بون كويزين غافيني، بكرم الضيافه، منتجعات رائعه، البحر تيحمق، شنو باغي اكثر من هكا ما شاء الله عليها. كما تنقول دائما اسفي ما واخداش حقها مع المغاربه في السياحه وفي الاعلام وبزاف د الحوايج. سمعت مؤخرا بان هذا الصيف هذا غادي يكون هو اول صيف اللي تتستعد فيه المدينه انها تستقبل السياح من كل ربوع المملكه وكذلك خارج المملكه، فنتمنى تكون بدايه خير وتكون فال خير ان شاء الله، ويكون هذا المعرض حتى هو واحد الدرجه اللي بها ان شاء الله نحلوا الابواب ديال السياحه في هذه المدينه العجيبه هذه.